فائزة العماري والدة كيليان مبابي هي امرأة فرنسية من أصول جزائرية ولدت في مدينة بوندي بفرنسا عام 1977 وكانت لاعبة كرة يد سابقة حققت العديد من الإنجازات في الدوري الفرنسي تزوجت من اللاعب الفرنسي الشهير والفريد مبابي وأنجبت منه اثنين من الأبناء كيليان وإيثان فايزة لها دور كبير في نجاح ابنها كلاعب كرة القدم، حيث ساعدته على تطوير موهبته موهبته وأصبحت مديرة أعماله. تعشق فايزة العماري فريق ليفربول وتتطلع لإقناع ابنها بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليفربول، خاصة بعد إيقاف مبابي في بداية الموسم، مما قد يسرع من انتقاله إلى النادي الإنجليزي. فائزة العماري تعد أول امرأة عربية لعبت في الدوري الفرنسي لكرة اليد، واكتشفت موهبة ابنها مبابي عندما كان في السادسة من العمر. تحمل قصة حياتها إشارات للتحديات والتفاني في دعم ابنها نحو تحقيق أحلامه في عالم كرة القدم. فائزة العماري تعتبر امرأة قوية وطموحة، لعبت دورا حاسما في الصفقات الكروية لابنها كيليان مبابي. إن تواجدها كمديرة اعمال لابنها اعطاها القدره على وضع الشروط وتوجيه الامور وفق رؤيتها رغم تفرغها لدعم ابنها الا انها تظل مشجعه ومحبه لفريق ليفربول وبينما يتطلع ريال مدريد للتعاقد مع مبابي يظهر تاثير فايزه العماري في تاجيل القرار ومنح ابنها الوقت للتفكير ما يعكس التفوق والسيطره في التعامل مع المفاوضات الكرويه يبدو أنها تستخدم نفوذها للحصول على احترام وتقدير أفضل لمبابي في باريس سان جيرمان فايزة العماري أول امرأة عربية لعبت في الدوري الفرنسي لكرة اليد تحمل رؤية قوية لدعم الرياضة وتحفيز الشباب نحو تحقيق طموحاتهم إن تجربتها كلاع وكأم عززت من مكانتها كقوة مؤثرة في عالم كرة القدم وهي تستمر في دعم مسيرة ابنها بكل قوة وإصرار